تعرفون أولمبياد باريس على الأبواب، ومنتخبنا الأولمبي راح يشارك وراح نلعب ضد أوكرانيا والأرجنتين والمغرب. في بلجيكا ماكو صيف طبعا، لحد الآن ما شفنا الصيف. فاليوم يوم السبت ماكو شغل، عندي موعد بالقراج لازم أروح. خلي يشوفون الأيركو مال السيارة لأنه الدبريت مالته يعني ما يشتغل زين. فقبل ما أروح لفرنسا لازم أشوف السيارة، أشيك كل شيء، إذا كل شيء تمام حتى ما يصير عندنا مشاكل. وأنا أصلاً عندي تأمين، يعني حتى لو لا سامح الله صار مشكلة بالطريق، عطل بالسيارة، عندي تأمين أخابرهم مباشرة يجون ينطوني غير سيارة. فراح أروح لقراج السيارات حتى نغير، يعني حتى نخلي الغاز ويشتغل الأيركو، لأنه فرنسا الجو كلش حار. بلجيكا ما عندنا صيف مثل ما قلت، اليوم شوية طلع شمس بس شمس عادي يعني مو فد شيء. فقبل كل شيء لا تنسون اللايك والاشتراك، وخلي نروح القراج وان شاء الله راح نسوي احلى تغطيه بفرنسا. يلا نروح. طبعا اجواء بلجيكا صدق اخر فتره كآبه لانه بس مطر، ما عندنا يعني صيف، لحد الان ما شفنا ولا يوم صيف. السياره يعني يراد لي كم شغله لازم اسويها قبل ما اروح. حاليا انا بالطريق طبعا، فل شويه اوصل يعني تقريبا 5 دقائق بالسياره. يوم السبت دائما اشوف شويه ازدحام كل المدن، لانه تعرفون يوم السبت عطله، ماكو شغل ماكو دوام. بس اصلا حاليا ماكو يعني مدارس، حتى الشغل البناء حاليا عندهم عطله، اكثر الناس عندهم عطله، ف ماكو زحمه وايه. هاي الشوارع مدينه الست البلجيكيه اللي صار بين مدينه بروكسل ومدينه خينت. طبعا عدد سكان هاي المدينه تقريبا من 90 إلى 100 ألف، يعني مدينه مو كبيره كلش. بهاي الجهة صاير مكتب العمل راندستات، طبعا راندستات معروفة بكل أوروبا تقريبا، يعني مكتب عمل كبير كلش بالنسبة اللي يريد يتواصل وياهم إن كان عايش في بلجيكا هولندا وألمانيا أو أي دولة في العالم. يعني راندستات معروفة يقدر يتواصل وياهم بالنسبة للعمل. طبعا شباب هاي المدينة صايرة قريبة على بروكسل، فتشوف هواي ناس تجي من بروكسل إلى هاي المدينة، لأنه في بروكسل صعب يعني السكن والاسعار غاليه جدا. تقريبا في كل بلجيكا، في كل المدن البلجيكيه اسعار السكن يعني شويه صارت غاليه، بس خاصه في بروكسل انتورفن. فتشوف انه اكو نقص بالسكن، اكو ازمه سكن مثلا خاصه بالمدن الكبرى. فالناس تطلع من بروكسل تجي على اطراف، على مثلا والست قريبه، يعني موقع كلش حلو، صايره قريبه على خينت، قريب على دندرموند، قريب على سان نيكلاس، قريب على بروكسل، نينوفا، حتى قريب على البحر، يعني 50 دقيقة توصل البحر. فموقع كلش حلو. شوف هاي الشقق البيوت. تقريبا وصلنا الى ميداس، اسم المكان ميداس هاي هنا، فلازم اروح اليسار، ما اعرف اذا راح يخليني اصور. طبعا حاليا انا بالقراج، خليت السيارة هنا هسه شوية وراح يخلون الغاز، يعني يعبون الغاز والايركو تصير تمام على مود بالطريق ما نتبهدل، لان تعرفون حاليا بجنوب فرنسا الجو حار كلش. راح يكلف 99 يورو، يعني تقريبا قول 100، تصير تقريبا 145 ألف دينار عراقي. طبعا شباب هاي القراج يسوون يعني تايرات، يسوون التصليح يعني بشكل عام، الايركو، البطاريات، يعني تقريبا يسوون كل شيء مثل ما تشوفون. الجراج صغير بس اهم شيء هسه كمل الايركو واطلع. طبعا هي قال لي يعني تقريبا راح يطول ساعة، يعني ممكن تخلي سيارة هنا وتعال بعدين، بس انا ما اعرف وين اروح، بيت شوي بعيد يعني تقريبا ربع ساعة، راح انتظر هنا لحد ما يخلصون السيارة وبعدين شوف شنو نسوي. وهسه طبعا مثل ما تشوفون هاي الاجهزه مال الغاز، حاليا كلش تمام، بس تقريبا يطول يعني ما اعرف، هم حسب ما قالوا تقريبا يطول ساعه لحد ما يخلص. شوف هاي الاجهزه، اي شباب هسه خلصنا من الايركو، يعني هسه شوف الايركو شغال وصار عندي برد، يعني امورنا تمام، نقدر نسافر الى فرنسا بدون اي قلق.
وهسه مثل ما تشوفون الاركو شغال واني بردان بالسياره. الشباب شوف الجمال، الطبيعه شوف كلها اشجار. طبعا هذا الحديقه كلش كبير، احنا نسميه اسمه اوزبروك، في صار في مدينه الست. قبل كنا نلعب كره قدم هنا، اكو ملاعب، اكو يعني حديقه كبيره كلش، حتى هناكو بار، اكو حدائق الاطفال. قبل كان هناكو ملعب بس هسه شوف متروك. حلو الطبيعه، ماكو احلى من الطبيعه. هسه نطلع ونشوف لكم. صراحة عطشان، خليني اشرب هاي الريد بول شوية طاقة. شوف هاي الحديقة وهذا الملعب، وبعد اكو ملاعب وهاي مكان، فالحديقة كبيرة كلش، وايد ناس تجي تلعب رياضة هنا. وبهاي اتجاه همك واثنين بحيرة، شوف مثل ما كاتبين هنا الست سبورت. هناك كلها صاير غابات. قبل بالصيف كنا دائما نجي الى هاي الحديقة ونلعب طوبة، بس هسه ماكو لاعبين. انا مرة دخلت الى هاي الغابات بس من غير اتجاه، شوفون من الباب الثاني مو من هاي الباب. غابات كلش كبيرة هنا صايرة. صوت الطيور. بالنسبة السفر الى فرنسا وتغطية مباريات منتخب الاولمبي، وطبعا راح اصور فلوكات، تخييم، طلعات، سفرات، بحر، لان جماعتي كلهم راح يجون، واصدقائي من المانيا، من هولندا، من اكثر من دوله راح يجون. احلى شيء صوت الطيور. نعم. ف بنفس الوقت شنو راح اسوي؟ راح اروح الى سويسرا، واخيرا راح اروح الى سويسرا واصور لكم فلوكات. طبعا انا رحت لسويسرا قبل 7 سنوات، بوقتها انا ما كنت اصور، بوقتها كنت استحي. انا لو بوقتها فاتح قناه كان هسه فوق 1,000,000 مشترك. اي والله شو الندم، بس شو اسوي؟ شي يفيد الندم بعد؟ فأكيد راح نصور احلى فلوكات بسويسرا، واكيد طبعا فرنسا، جبال الب يعني تعرفون فرنسا، يعني جنوب فرنسا معروفه كلش حلوه. خلينا نشوف بلكي نكتشف مكاننا مال تخييم، مكان يعني ما شايفه قبل شيء، فد بحيره فد شيء، لانه هاي المكان اول مره طبه، يعني اول مره اشوفه. بلكي منا فد مكان حلو. شنو هاي؟ هاي تصير كلها غابات وسطين. هاي بالليل كان مطر، والله هاي السنه بشباب دمرنا يعني بسبب المطر، يعني كل يوم مطر. الصيف صار شتاء، والشتاء صار شويه يعني مثل صيف، لانه بالشتاء والله ما شفنا هيك مطر. راح ارجع. شكلها حديقه كبيره، يعني واحد يراد له يمكن ساعه حتى يفطر بيها كلها، اكثر من ساعه، شنو ساعه؟ بس الجهه الثانيه احلى، اكو ناس يصيدون سمك هنا، وبيها مثلا اكثر من بحيره، اماكن حدائق الاطفال، ملاعب كره سله، طايره، كل شيء بيها. اكتبونا بالتعليقات اذا عندكم افكار بخصوص فيديوهات فرنسا وسويسرا، اكتبونا بالتعليقات. انا ببالي اسوي تخييم، مغامرات بالطبيعه، بحر، يعني راح نشوف كل شيء، بس اذا عندكم افكار تريدون اسويها اكتبونا بالتعليقات. شوف هاي الخارطة مال الحديقة كلها، شوف كبير كلش. هاي هناك حديقة بيها العاب مال اطفال، هنا بيها سكيت بارك، هاي منطقة طبيعة. شوف يعني المكان كلش كبير. الصور الموجودة حلو. الحديقة حاليا تقريبا الساعة 12:30. شوف شباب قبل شويه انا دفعت 99 يورو خصوص الاركو من راحت القراج، وهنا مباشره طلع بالحساب مالتي. هي مش يعني مو غاليه،
أنا خابرت أكثر من قراج. أكو قراجات قال تقريبا 200 يورو حتى. يعني شنو 200 يورو؟ هواية. حلو السعر 99 يورو. خليه يشرب هاي ريد بول وخليها هنا. ما أدري ليش أكو ناس يذبون القواطي هنا هيك بالطبيعة. يعني مخلين مكان للزبالة بكل مكان. يعني بعد ما تشرب كله خليه وياك لحد ما تشوف وخليه هنا. قبل كنا نجي مرات والله صدق ماكو مكان صف السيارة. طبعا راح ارجع للبيت. جو مو زين والله. السيارة تمام حاليا. قبل ما نروح همين ابوي راح يشيك يشوف اذا فيها مشكلة او لا. راح يشيك الدهن مالته وبتاريخ 23 نتوكل الى فرنسا. طبعا حاليا انا بالطريق راح ارجع للبيت شوف اذا اكو شغلة فد شي لازم يسويها. اكو شغلة مرات تطلع فجأة انو واحد لازم يسويها. شوف هنا السكن بيوت شقق كل اللي ايجار. بس المشكلة صاحب المكتب انت من تروح تريد تأجر بيت او شقة اكيد صاحب البيت يدور واحد يشتغل يدور واحد مثلا ما عنده اطفال يدور مثلا شخص شخصين يعني يفضل هو. فلذلك تشوف البلجيك شوي صعب حتى ينطيك بيت او شقة. ماكو ازدحام اليوم. راح اخابر صديقي وسام هو بانتويربن ونشوف انه هو هم راح يجي وياي. ها خالي شلونك؟ خالي انت كارثه بالقران كارثه. لا والله مو اليوم قلت راح اجي يمك. يا معود اقول لك هسه احنا البارحه قلنا لك نتخابر على مود هذا ما خابر. والله انا شوف البارحه مو المشكله. شوف انت ما تعرف البارحه اول شيء انا رجعت متاخر من الشغل والله. يعني انت تعرف هذا الاسبوع اشتغل مسائي. اي متى قلت اطلع من وقت؟ اي جيت من وقت عندنا عندنا ضيوف جاي من هولندا ابن عمتي واختي وكلهم جايين واطفاله. اي فالريفان قال لي ليش اليوم ما نروح؟ هسه قبل شوي همدز لي قال لي نروح يوم يسام اذا هو ما عنده شيء. قلت له والله انا ما عندي شيء لانه اخوي وابوي وجماعه راحوا لبرشلونه بالسياره. حلو والله راحوا هسه اليوم. اي والله قالوا لي تعال والله انا ما عندي عطله ما رحت وياهم. لا انت شلون؟ اي واني وراي اني وراي طلعت فرنسا وسويسرا. انا ادز لك ادريس على كيف. تمام دزني عنوان خلاص وان شاء الله نجيك ورا الستة ورا خمسة. اي شباب هسه وصلنا للبيت. طبعا مثل ما شفتوا حكيت ويا صديقي وسام الشله اللي كانت وياي بقطر هم من وقتها شجعنا منتخبنا وشفتوا بعد انتوا فلوقات قطر وشون شجعنا. فهو هم راح يجي ويانا هو جماعته. فاليوم رايح يمه بانتويربن تقريبا ساعة الطريق وهم نروح نصور بشارع اللي بيه مطاعم عراقية شارع معروف جدا في انتويربن ونصور هناك. وبنفس الوقت لازم نحجز بيت لانه تعرفون راح اروح فرنسا. فراح نحجز بيت يمكن بيه مسبح على مود نستمتع ونصوركم احلى اجواء هناك. وهاي مثل ما تشوفون جو كآبة يعني شمس ماك لو مطر لو يجي شو نسوي؟ إن شاء الله الأيام الجاية تصير أحلى. فوصلنا إلى نهاية الفلوك. لا تنسون اللايك والاشتراك لأنه راح أسوي لأنه أكيد راح أسوي لكم تغطية كلش حلوة فرنسا وصور فلوكات حلوة بسويسرا همين. تحياتي للجميع.